بسم الله، تعالوا نبص بس على السناب من مانج. بختار من السيتنج اللي هي سناب، يعني التجاذب اللي كانت موجودة معانا في الاوتوكاد. لو انا عايز اطفي السناب بعلم هنا، او انا شغال بدوس اس 2 كده السناب كأنه متعطل. هنا لو انا برسم ماسورة او ضغط او حيطة او اي حاجة، او عايز يعمل تجاذب لطول معين، بكتب الطول ده هنا مثلا 50. تمام، هنا الزوايا لو انا عايز ازود زاوية مثلا 30 او 60 بروح كاتبها برضو. هنا عندي الزوايا اللي موجودة 15 45 90. هنا دي الحاجات اللي هي اند بوينت، الميد بوينت، النيرست، كل الحاجات دي كانت موجودة في الاوتوكاد تقريبا. يعني لو انا عايز اطفي حاجة منها بوينتس مثلا، اروح شايلها من هنا ماشي. وانا شغال ممكن عندي الاختصارات ديت اشتغل بيها، يعني عايز يركز على الاند بوينت اكتب اس اي اختصار سناب انت، عايز شيلهم كلهم بقول تشيك نون، عايزهم كلهم بقول تشيك اول. تمام، ادوس اوكي واشوف الموضوع دوت. لو انا برسم مثلا ماسورة، تمام بس اقرب اوي عشان نحس بيها، تي ال تمام. بص لما باجي على زاوية 90 بيعمل لي تجاذب ليها، يعني في بعض الزوايا كده بيعمل لي تجاذب ليها على اساس ايه 45 مثلا، عمل تجاذب ليها. الطول كذلك اللي انا بعمل مثلا ايه، جيت عند 100 بيعمل لي تجاذب ليها. شايف الخط اللي ظهر ده؟ تمام، لحد ما اجي على رقم قريب من الارقام بتاعتي ال1000 مثلا، بتلاقي عمل تجاذب معاه. تمام، بحيث ان انا ممكن اختاره وابدأ اشتغل بيه. تمام، ممكن عايز الغي خالص اقول له سو وابدأ اشتغل بدون تجاذب خالص. ماشي، سو سو زي ما انت شايف مديني حرية خالص ان انا ما اعملش حاجة خالص.